السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، إلهي سبحانه وتعالى إسقى يا خالق المخلوقات ومالك الملك ومدبر الكون والمتصرف فيه، سقى أبور إلهي مخلوق أردن عالم كردن إلهي إسقى إياله ربي با سبحانه وتعالى مامله ووحو دوناؤون اي كدعيان إلهي سبحانه وتعالى وحكستو الدنيا دشيدا وقدرين وكدعو ربي سبحانه وتعالى حكمة بكلية وحانو وحوالي بكو دعي خير يشر إلهي سبحانه وتعالى قدر كي سياسي وافق سن علمي سيوري وحالا قد بانقفك مسلم كا دعدوينك نتيجة قدر كإلهي سبحانه وتعالى إهريري سكدعا يا ميسا قباسي بيا إنو عشر رأي دروس كبرتو إنو كعبرقاتو إيمان إنو ككرر صدو توصنان إنو كزياد صدو مصيبة دي كدعا دي سوق واهين وحيكود عدى مركة كوباد إلهي قدر كيس. قال النبي عليه الصلاة والسلام: كتب الله مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. إلهي سبحانه وتعالى خلقك قدر هدودا يوحيا بها إلا كل ميان خير يشر وحلوح المحفوظ كوكو قري انتانو أبورين سموين كيادو للك كنتن كن أوسندود كهر كنتن كن أوسندود كهر وحا إلهي سبحانه وتعالى وقدري أيوم بعدعي وحا إلهي سبحانه وتعالى وقدرين عدبا تنكرتا مجرته إلهي قدر كيسو فليا إلهي سبحانه وتعالى وحين وشاقي إلا الرميه قدرك وقفك دباتوين كي مصائبتها ليلا إلهي قدر كيسين كل عين إنو يقين صدو وإيمان قلبي كيسا كتير أرنتاسي نقطو إنو أرنتاسي فائدو إن بدن ليضحي حنون قفك كل عين لها وإيمان كيسا سول لها مضعيف لها ندوائك طاي. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبراها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. وحلا لوحا مصيبة يرباطو إذن كيدن كرد عدا أمدلك إلهي ملكا ميدك عدا أرين تاسي أرين هروسي قد الرئيد بيهايد وإلهي سبحانه وتعالى وأوغا لوح المحفوظ كان وكو قري إنا إدعادنا ودوني أسباب تيدنا وأبوري إنتانو إلهي سبحانه وتعالى مخلوقات كأبور من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير وحان دعين إلهي نسيو قادة إلهي وامدو فضدوه ووسي قراه وربي سبحانه وتعالى وحكسي فيسي قدرة مطلقة أودان حدود لهين والله على كل شيء قدير. تاين أدرميسا يا عبد الله سداية دواية المانتي لبا حنون ودد كان قدر كالرميسنين كدعا ودين تودي الدنيا دودا لبا دبا دباتي أي دوكتاي حنون ككوبات والحزن على ما فات وقفكو إنو كمرو قودو وحدافي ودعي ومرنا بانصو نقونا هين لكي لا تأسوا على ما فاتكم مروغة داسي شايقي سوعل ميسو قدر كينا أحبك بدلي ميسو ساقا ينبي عبادة دي الله كمشقولين أيسا قلبي قيسة إيا نفتي سيا تركي سيا نولشي سنة دباتي وقيسة ريسة محاك الدواء مروغة داسي قوة الإيمان بالقدر سيحوك بضان الدوانك وقدر كينور رميسيهي ولا تفرحوا بما أتاكم حنون كاللباده أرنتاسي أيد وكتاي
وقفك نعمك إلهي وسيئين وكقادك كبر إيا فان إيا إسلويني إيا إلهي سبحانه وتعالى إنك عاصيه وأدوان كالرميسا وحوناك سنة وهلي إلهي حكم كيسي قدر كيسي إنك وهلي وأدوان إلهي حصوصا إلهي بو نعمة وقام هادنا قياك كبر ما إيو كنا فان ما إيو معاصيدا إيا وحي إلهي وديدينا وأدكسن ما إيو إلهي بو سبحانه وتعالى كو أدعي وحكا دقنا يا وسيلة إلى التقرب إلى الله وحي إلهي وقدوا هذا إلهي سبحانه وتعالى آيات داوحي نقول شاقي قدر كوالا الرمائية مصائبتو إن إلهي علمي قيسا يدون استيسا أي كل عين لبدا حنون با إن يدوك تاي الإيمان بالقضاء والقدر وحالك قادة مصيبة يدي با تكستا يدو أي كرتو قفك إنو قلبكي سدقنادو حسن لونادو نلشنا إنه معاناتو يدو الشدائد حالات الدراني أجران قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون إلهي وحامر المؤمنين توين إلى هذا وحي إلهي إنو قدر أيوم بانو دعاية تاسو حيك خفيفين إيسا آلامتي حنون ندا إيا مروغدا قدر ردا وحنوكي يا إليهين وقال النبي عليه الصلاة والسلام فيما رواه مسلم في صحيحه احرص على ما ينفعك واستعن بالله وحيك وأنفعي كددال إلهنا سبحانه وتعالى كالميسو وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا لكان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل هذه دباتة يكون عدها أورانين سيدا يسيدا هدان يلي لها سيدا سين قول الله هذا أرنت أنه عاسية قدر كإلهي كجهر تقاي لكن وحار ترى هذا سي قلبي قاق ودقو مروغة إيا دباتة إيا حنون كنا وكاقة خفيفة ما وكاقة سولو إلهي قدر كيسي أرنت أسكن عدي إلهي نوح الدونة يوصمي إلهي دون استيسون علمي قيسي حكمة ديسائية كل سنتاي وإكسو ما أحدا فإن لو تفتح ولا تقول لو أني فعلت كذا وكذا فإن لو تفتح عمل الشيطان هوران هدان سيدا يالي لا ساسي نقول الله وأيو لو دوحك لكو تري ميسو مر هدي وحيو دعيبا وقدر كيو حقيقو بي ولا أركيبا ووحلا تابتي ونقضي وحقوله لو دو أي سكرنين أي سوين عمل كشيطان كوفرتهم عمل كشيطان كوا وحي إلهي سبحانه وتعالى وكو قدري إن أتكم مرقوته مرقدات سوى حبكو تراين إلهي قدر كيسا إن أدعارضه أتكورتكته وربي سبحانه وتعالى حكم كيسا أتكو قبسته وأدم بابته قدر كوال الرمية أول يقين صدا وحي كنت أدون كوحي وايي وحكى في عن إلهي سبحانه وتعالى إنه قبدله وحى بخاري مسلم بأي وريين من حديث أم السلامة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول كما أمره الله إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها إلا أخلف الله له خيرا منها وحد رسولك عليه الصلاة والسلام مسلم كستو مصيبة يدباتا يكون عضو نفتيسة إهل كيسة أولاديسة مال كيسة وإذا هذا السيد إلهي أمري إنا لله وإنا إليه راجعون إلهي ومصيبة ذا صبر كان كصبر إغاتر سيه وحاوا يين وحك خير بدني يقو بدل نفي مال با هذا السيد يلو إلهي وحيو يقو بدل أبو رسولك عليه الصلاة والسلام وحوا يي وحك خير بدن أم سلمة رضي الله عنها وحديث كورين السواحي نوشيكتي قصة واقعية وحديث كاكوسابسا ويدا صومرتي وحي تري مركي ودنتي أبو سلمة وننكيدي أي وحاني لي أبو سلمة ياك خير بضن وإلهي سبحانه وتعالى ويقوب الدلي هدان صدا إراهضه لكن ما دام رسولك عليه الصلاة والسلام صدا الشيقي وان إري إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها فأخلف الله لي رسول الله عدانا في لنا هين باب إلهي يقوب الدلي أبو سلمة رسولك إلهي يقوب الدلي شيطانك وسواس بك غفريا وحكورنا يا أن فيه أدويدي
كاجريودي حوله كاباباي وحكون أكثر إلى هيك وجو بدلا يوامحي لكن يقين صه هذا الرسول عليه الصلاة والسلام وهذا الكاسر رسولك كيري وحي حق إلهي وقيمي وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى قفك هذه قدرك ويقين صده وقدرك وكصبره أجر وين بوه ليا يرحمة إلهي بالله سيلهي سبحانه وتعالى ويري ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الثمرات والأموال والأنفس ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والثمرات والأنفس إلهي سبحانه وتعالى وحلو حردكو امتحام الدونا بقى قاتشو نقصان قشن فيه نودة دايدين كالدنتان مريها يباريها البيرتين ويدين كبعة حوله وبابعة إلهي سبحانه وتعالى وحوت المامي هل كامر كالمر أيوه يقدر كحنون كاليهو دعوه الدوموه إني قيب سمان وحيو قيب سمان كوى الصبرة إيا كوى عن صبرين كوى الصبرة وحي هل أيام بإلهي المامي وبشر الصابرين بول إلهي سبحانه وتعالى وبشاري كوى الصبرة الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون كوى الصبرة وكوه وكو مصيبات مرقى كودا عدو أورانا إياه أنك إلهي بأننا له إسكدا حولها إيا عرورتا إيا الدمركا إيا وحكا لقى عمتان كوهين وإنا إليه راجعون أنك لفت يدار ديمان إنو حق إلهي ونقرين نفتو دي حقيقة دا إنو الشيغان يكو سبر السيمن إياه أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة بول إلهي سبحانه وتعالى كو أموتيي الإيمان بالقدر إلهي سبحانه وتعالى أمانتي سي الرحمة دي سيه ليا رحمة دي إلهينا وإنو عبضان تاي وحكم إذا إلهي سبحانه وتعالى دين تي إيمانك وقوية وحكم إذا وحي أي وايين أي وايتان كي سيكو صبرين وحكفي عن إلهي سبحانه وتعالى إنو قبدلو أيها المسلمون عباد الله مصيبة صدع ذي وحي موتي سي قيمها إلا ذهي قفك قدر كإله إنو الرمائي يراد كالإيمان بالقدر يدد كأنه لا شهود وكلية هاي. دد كمسلمين تام مصيبة داس كنا عذاي. إنتو دي هذا شواحي قادلين هذا لا ضفيع عن. وموتنا يا الإيمان بالقدر. كما نموقن جزع يا أرججح. يقدر كإلهي سبحانه وتعالى هذا الله يكون عارضيان. أما إلهي سبحانه وتعالى حكم كيسا عبشاي كعبنيان. هدي أرنت نوع عاسيو كلي يكون عضو ضدك قال هذا يقدر كارم السنين أما ضدك إيمان كود وضعيف كيهاي وحي سببت هذا الله حنين يكون هذا الآن إلهي حكم كيسين عاردان كوري مادان إلهي سبحانه وتعالى قيب تيسا وقيبيي إنه كعودان وحي سببت قار كود في الله حنين يكون كعان سيدا إنه برورتان إنه در كود تحجحان تمهو ده إنه رفان إنه عيد يسكو قصان بل وحي قار كود أما إن بدنو قال هذا كميدة قارسيسا إنه نفتو ده الدلان وآيس دبان الحمد لله إن راهنا على الإيمان بالقضاء والقدر راد كافي عن أي نلشو كليه أرنك كلا إدادك سكب مقدوحي هاي قوة الرجاء في الله رجد وين إلهي فرج كيسايك قبال يوحي ويوح كافي عن إلهي سبحانه وتعالى إنه أقبدله ذاتك مركا أي دبات اللي سودر استوى أما باهي أي قبطه وفقره كل عام حولا أي لهايين أي كبابان لابن نوع بين نقدان سور شاك الرسولك عليه الصلاة والسلام كوى باهي دو ده إلهي وشاكته وإلهي سبحانه وتعالى رزقي سودك دقة أما ميد سور راقه وكو أرزاقه يكوى إلهي سبحانه وتعالى إسكا إلابه وقلوب تودو مخلوقات كاي كحرنتاي وهي كلا لادو وباهي دو ده مخلوقات كونو شاكت دولدو أنا سوق قاران دادكو أنا سوق قاران أنا لصوعة ويو يقول إلهي سبحانه وتعالى أمبرين وباهي دو دهانو بندقين كواسين باهي دو ده ولي قد ممدبا ولانتو كوا إلهي انت إلا بان مخلوقات كباهي دو ده وشاكت وحد الرسولك عليه الصلاة والسلام سا عبد الله بن مسعود وكوريي حديث كإمام أحمد يا أبو داود يا الترمذي باكو قري كتب تود حديثك
وحر رسولك عليه الصلاة والسلام من أصابته فاقة فأنزل بها الناس لم تسد فاقته قفك فقري يباهي يصيبته وضدك وبندكته إيقا بري إلهي نيسك إلابة باهيدي ساسي ولي قيد مضبا ولنته سيدي بيوتاقناته ومن أصابته فاقة فأنزلها بالله يوشك أن يرزقه الله برزق عاجل أو آجل قفك باهي إلا سود درسته وإلهي سبحانه وتعالى باهيدي ساسي وشيكته قلبك حق إلهي وشيدية ورب سبحانه وتعالى بريا إلهي وحوده ويهي إنو كوارزاق ورزق سودك دقا أما الرزق آجلة ومرد بي مادة مرنبك قد ما يعضونك باهدي سينو إلهي سبحانه وتعالى وبندكتم إلهي سبحانه وتعالى وحو نوشاقي وبلا ربيا أدونك وحو كما ليست إلهي إلهي نكهليه بخاري مسلم وحوري رسولك عليه الصلاة والسلام إنه يري إلهي وحيري أنا عند ظن عبدي بي أدون كيغو وحيري قم ليستو أيو يجهلي إمام أحمد وحكوري مسند كيسة حديث كحديث لمدو لكن كير فافاسا وحيري رسولك عليه الصلاة والسلام إلهي وحيري أنا عند ظن عبدي بي إن ظن خيرا فله وإن ظن شرا فله أدون كيغو هل كو يقفش وحو يقفش يا وحو يقمل يستأيو يقهلي خير هدو يقفش أو يقرد شيء خير كاسو يقهلي شر هدو يقفش نيادة وحمايه أو قوس يا رجلان وقلانا وحاو يقفش أيو يقهلي وإلهي با سبحانه وتعالى سيدا صله يا عباد الله ددكي هوري ونهك سنة حالده مركي وادقيهين أي أرجب بدناين نبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام دبا يا لو دياريي أن لو سو دوان كارين وقفك حتى لفيه سبودك دقايا مركا لغو دحتورو لكن دبكا سيوحو كو دحدعي يدو آده يوحوك بضمتا الرجادة وكقبو إن إلهي وكبت باديو مو إيقين أسبابتن ما أدقى هرطا الله وقرة إلهي سبحانه وتعالى أودي سايوح صوصتي يا رحمة الربية واسعة تاسنا وحي كل لسي رجو وينين إلهي كقبو أو رجين أيو دبكا وين انت بدن لشيدة أيي إنا نكقبنا وكبت بادو حسبنا الله ونعم الوكيل بويري إلهينا سبحانه وتعالى رجدي ساسو حقي تشيدو دبكي لغطوري أيو دبكي إلهي أمرسي قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم ساسي أيانا ودعضي نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام فرعون يعلكي سمركو كقحي ويصغو بحصدو بدي أي هرتي ستهي عدوغي عيدن كيسنا وصوم مقضي وحي إله دين دادكي لسعودي قاركوت سيلهي الشيغي فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون مركا يسأركين لبدي كوحوت دادكي موسى لسعودي قاركوت وحي إله دين والاين هيا والاين قبان هيا ما يلا ينوب حسنا ما جرتو بدي واتن هرتينا عدوغي نواكن نقود بجرة لكن نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام نبي إلهي بوها إيمان كيسو قوي هاي إلهي نملفي عنك ملايساني وحفي عنك فلانية رجدا إلهي فضل قيسي الرحمة دي سي فرج كيسو كقبانا هذا يوحوك بدن طايب قال كلا إن معي ربي سيهدين مرد عي سبول إلا إن قبط الله إنها ريري إلهي با سبحانه وتعالى إن لتشرة وميلا إنو كبت بادنو يوحي إنو كبت بادنو إنو قهانون اندونا سيدي باني ودعضي إلهي وحكوانون يي ووامري بدي وإنايد أولير إنو كنفتو والسبب أن يدو قرح الدين لأيقو بدان وحبك التراهين لكن أودي إلهي بالله سعوته يا أمركي ربي سبحانه وتعالى بدي باكلا شيحانتي ودائي نبت قليكو مرين وعدو قودينا يكبت بادين عدو قودنا مركي دنبو كوالاك سمي أيو إلهي سبحانه وتعالى وكردقين نبي الله يعقوب عليه الصلاة والسلام إنن كيسي يوسف آد كوتش على بواي مدل باد نواواي هدنا مرنبا مرة تشقوين يدور انتاسي قلبي قيس حنون بدنا كوهيسي إنما دي سيبو الدري يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله
إنه لا يأس من روح الله إلا القوم الكافرون. إنما إذا تقبولي يوسف يولالك الرادية إلهي فرج كيسا مرة باك قوصننا قالوا با إلهي فرج كيسا كقوصتا ومرك دباتا يكون عدو قوص انتو سو استاغو أرن كيسو قدن بيا إنو يسدلو سيدين فربدان أينو أرقنو يا دعضا وهي إيمان كي قفك حل لها قبوتشن لها رجكو بير لها أياك مقن. أيها المسلمون عباد الله نعذنا وحيبانو كبرنا وحكم إذا إلهي سبحانه وتعالى أوديس إنكم مركوا ربي يقينسا لكن دعدو ينكو إيمان بيكو زيادنية سيد النبي الله إبراهيم بإلهي وقد ضلبي إنو تصوه وحوديس وصي موتية سيو إيمان أرنتنو عاسي وقزياد سلو يضعفك يتاقدر هذا بني آدم كي سيد إلهي سبحانه وتعالى آنو قمار مكرين وحيابها إنو دعوة كبران إنو حكم إذا إسكاشيقو قيمها أولي هاي إن إلهي إلا تلصارت سبحانه وتعالى وكالم الله ويديستو أودي يتمر وحي إلا هايين اللي يسوقيه وددك مسلمين تاهي يسوق رمدان قفي الله بأي صدح دبك هالكا ككعاي حكمين تيسا يبختين تيسا أودو مهلين إلهي با سبحانه وتعالى لتلصارت أودي إلا هايين والا يسوقيه مد قداها تشوقيه مد بدا كسوق رمديبا إلهينا سبحانه وتعالى وحصاب وقردقاي دبكاسي منطقة محدود ينوكو كوبناده ومقالة أردن إنان ودقارين أما أغيران سوقية مقالة أردن إنان كفيدين وارين قيمة بضانو أيتاين الله نولي إسكاشيغو وإلهي وإن أمرو ولي وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان إلا يسوقر مدو ددكا لباتدو أي كوهب ستولا كالميو وارين نبي محمد عليه الصلاة والسلام إنو قدي رقلي وشيغينا كالمة إلهي إلى لنتي سينين كويلينو والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه وحيابا قصدنا إنو كبرنا يا دعددا حكم دا وفك مسلم كاهي مصائب تمركي كدعان إنو اسكي إلالي وحلو يقان باسيسيق باسيسيق وإن قفك وقتي وقتي هذا كم دا أما ميلدولك كم دا أما مخلوق مخلوقات كم دي دباتة إنو كاني أو يسقو لما دحبنا يهي وآمنه باسيسيق نوع عاسين وكفري يشركي يقالمو باتفاق العلماء نوع على بعضنا ووحان سبب واهين الرنكاسي والسبب نمديسو تجريبو آني كسبنان سيداسو كلا شرعي قنانو شيقين إنو دباتة صابو قردقو ورات صاب تاسي أيها كانتي إساقو آمسان إن فاعل كي خالق إلهي ويهي تاسينا سيدا علماء التوحيد الشيقان وشركنا الصغر أرن كاسو أرن جاهلية ورسولك إنو قدقي أولي لا طيارة في الإسلام باسيسي مبنانا إسلام كده حديث وحيابها كلا إتاينين وكبرنه وحاكم إذا إلهي سبحانه وتعالى هلاق يدباتوين كأسباب أشياء سيقود بي إلهي أسباب تاو شاقي إلهي وحور شاقي معاسده يا أمرك إلهي والخلافات إنه السبب مصائب يدباتوين كأو تاي وحكلو إلهي سجوده وشيغي توسنانتا إيو إلهي سبحانه وتعالى الله أدعوه ودينة ربي لغو رقمه إنه سببه تهي بدباده وفك نفتي سيمال كي سبايو بدبادان وك إلهي سبحانه وتعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزق من حيث لا يحتسب وك رسولك عليه الصلاة والسلام قفك معروف كي إحسان كو سميمر وكال يريه صنايع المعروف تقي مصارع السوء وناق قفك وسميه سما فلك يا احسانك وحساب النقداء دباتوين كي ميلا لغوها لاكسمو الهي نكبد باديه وارين سيقود الهي وشاقي لكن قفك هلاكسمي سببتو هلاكسمي انه محدد كرنو ومعين كرنو كحوليه سوى قبتين انه سبب قار مورا كرنو حوليه سوى سببتها سيئ قبتين إلهي بها سبحانه وتعالى صابت قار كأي وقبتين قرانية سيدا صوك لك نفيسا نفتيس مالكي سببه بدبادي صابت قار كأي إلهي بدبادة وصابه قردقي إنه معي مكرنا وحين نغنكر تاعي مستاسي قول على الله بغير علم
inaad ilaahay ka tidhi oo aad ka sheegtay waxaanad cilmi u lahayn oo sababtan adigu aad sheegayso midaan ahayn ayay sababtu noqon kartaa maadaama asbaabtu ay badan tahay waxaad noqon kartaa markhaati beenaale oo sabab ayaad u sheegtay qofka badbaadadiisa ama dhibaatada iyo musiibada ku dhacday oo markhaati aad ka noqotay sababtiina taaba maaha cinda allah ila ilaahayba og sababta gaarka ah ee kaa badbaaday ilaahay uu ku badbaadiyey kaa halaagsameyna ilaahay subxaana wa tacaala uu ku halaagay alqaacidatu fii dalika yaa cibaad allah annahu annanaa narju lilmuxsini khayran qofka muslimkee samafalaha ee wanaagga sameeyey ilaahay addeeca khayr baynu rajaynayna waanaynu odhan karnaa waxaa laga yaabaa ilaahay wanaaggiisi inuu ku badbaadiyey laakiin inaynu jasminno aynu goyno aynu dhahno sababtaasuu ilaahay ku badbaadiyey taasi mid saxa maaha waannana nakhaafu cala lmusii qofka muslimka ee xumaanta samaynayna waynu u baqanaynaa laakiin ilaahay naxariistiisa ka quusin mayno sababta gaarka ee dhibaatada ku dhacday keentayna inagu gooni uma sheegi karno asbaabtu way badan tahay asbaabtu waxay noqon kartaa in dadka qaarkood ilaahay markuu dhibaatada iyo musiibada u qadaray khayr ba uu la doonayey waasa an takrahu shay-an huwa khayru lakum waxaa dhici karta waxaad dhibsanaysa inuu khayrba kuu leeyahay oo maalka kaa baaba'ay hadduu sii jiri lahaa sabab uu noqon lahaa diintaadu inay fasahaado aakhira inaad halaagsanto oo ilaahay xikmadiisu ay keentay si uu kuu badbaadiyo maalkiiba in lagaa qaado caafimaadka ayaa la mid a naf dhimatay se ilaahay fii suurati lkahf uu kaga sheekeeyey ayaa waxaa dhici karta geeridaasi oo musiibo ah in ilaahay subxaana wa tacaala khayr inuu uga jeeday qadaritaanka waxa weyaan u qadaray oo masaa'ibta waa dhibaato laakiin ilaahay xikmad buu ka leeyahay mar walbana khayr kama madhna oo khayr bay marar fara badan sabab u noqotaa sababtu ibtilaa bay noqon kartaa dadmo qaarkoodoo la imtixaamayo sababtu waxay noqon kartaa dadka qaarkood in la ciqaabayo oo dembi ay galeen lagu ciqaabayo marka maadaama asbaabaha arrimahaasi ay badan yihiin aynu ka digtoonaano tacyiina bacd alasbaab asbaabaha qaarkood innagu inaynu cayinno iyadoo aanu ilaahay noo sheegin nebi maxamedna calayhi salaatu wasalaam si gaara aanu inoogu warramin oonu odhan qofkaasi sababtaasi uu halaagsamay kaasina sababtaasi ayuu u badbaaday arrinkaa guud aynu ku ekaano oo ah wanaaggiiyo khayrku inuu sabab u yahay qofka diintiisa iyo naftiisa iyo maalkiisuba inuu badbaado iyo macaasida iyo kufriga iyo nifaaqa iyo xumaantuna inay sabab u tahay masaa'ib iyo dhibaatooyin qofka inay ku dhacaan halka yaynaan hoos u dhaafin aquulu qawli hada wastakfiru llaha lii walakum alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin walcaaqibatu lilmuttaqiina walaa cudwaana ilaa cala aldaalimiin wasala allahu cala nabiyina muxamadin wacala aalihi waasxaabihi ajmaciin ama bacdu ayuha almuslimuuna cibaad allah dhibaatadaasi waddankeenna ka dhacday ee nagu dhacday waxay nala gudboon inaynu u waajahno wax ka qabashadeeda hadday tahay dibudhiska suuqaasi gubtay iyo hadday tahay caawinta dadka xoolahoodu ay baaba'een waxay nala gudboon inaynu midnimo ku waajahno oo aynu iska ilaalinno tafaraaruqa iyo qaybsanka iyo shiidka hadalka la ysku shiidayo ilaahay wuxuu kitaabkiisa inoogu sheegay in dadka muslimiinta ay xaqa ay ku midaysnaadaan wactasimuu bixabli illaahi jamiican walaa tafaraqu wuxuu ilaahay inoo sheegay iskhilaafku inuu sabab u noqdo fashal iyo guuli la gaari waayo walaa tanaazacuu fatafshaluu watadaba riixukum ha murmiin oo isman dhaafina waad fashilmi doontaan haddaad sidaa yeeshaan awooddiinnana waxtarkaa laga qaadi doonaa barakada ayaa laga siibi doonaa xataa idaa fashiltum watanaazactum fi lamr ilaahay subxaana watacaala ghaswatu uxud wuxuu sheegay jabkii dhacay waxaa sabab u ahaa inuu ahaa khilaafkii saxaabada qaarkood ay iskhilaafeen iyo ma'amar nebi oo ay khilaafeen awaamirta nebigana waxaa ka mid a in la midaysnaado oo xaqa lagu midaysnaado waxaan leeyahay qofkii muraad gaara lihi iyo ujeeddo gaara iyo maslaxa isaga u gooniya maanta meel ha iska dhigo aynu u midowno dhibaatadaasi dhacday sida aynu uga soo kaban lahayn waxaan leeyahay siyaasiyiintu siyaasadoodii iyo xukumdoonkoodii maanta meel ha iskaga tiiriyaan
ضد كمسلمين تدي باتدوا أي قادعي يان لقط المرمين والله آن دشوا دلقي يوتمين وآن أغراض إيو وشدوين سياسات آن لقاها لنرين كودا أرين تنوع عاسي فشل بينه كيريسا وحي تعاون كي إسكاشي حتى كلادن تاليسا حتى عيدكو عاوين لهيد بيصابو نقريسا إن دي بسو تاقان ورودات كان ودات سقلاف سن وعيد وحلقو آمينية عيد وحلو ليو بقران بينه أرين تاسينا وحي نقريسا سد عن سبيل الله عاونتي يا كالمينتي ددكا يا كسو كبشدي ديباتدا قفكو انو اسغو دغخ تورنتو رو كو نوقدي او اسغو هور استاغي مفاتيح خير انو نقنو فريال خير او ديري غلينيا اسكاشيغا يا مدنيمادا يا ولالتنيمادا يا اسو دوانشها قلوبتي يا اسو غلانشهيد يا انو نقري مفاتيح الشر وخلاف ابوريا يا نزاع هذه تشيرالنا عدا أرنكا مسؤولكا التلدي سلو ديبو هلو قدن بي وقفو لبا يانو كتاليني قفو لبانا قوانكا ودونو يانو اسكا قادم وانا سيدة إلهي سبحانه وتعالى وإن أمري وسيدة إلهي سبحانه وتعالى وإن أمري وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ilaahay wuxuu sheegay inay tahay dhaqan aan wanaagsanayn arin la xiriirta nabadgelyada ama baqa ku saabsan naf ama maal loo baqayo ama arimaha guud ee masiiriga umada u dhaxeeya markay yimaadaan in qof waliba ka hadlo adaa'u bihi oo warkiisa qof waliba uu qoro oo uu ku hadlo oo uu sheego oo mid waliba uu ka fatwado oo mid waliba raayi uu ka dhiibto dhaqanka fiican inuu yahay هذه الشرالة تلدى أمدو إني أرور صناتو عدي تلفي عن هاي سانة عدى تلدو أيكو أرور صنطها إني أديبان يدو إخلاص إيو لله أهو تشيدك لأني كاللهين عدى سيها دي وحخلدن وخلدن مدي سواء عدى هاي أيكو أركان إني أغنى استحيان سيدا سيها رميهن الدينة دي كوين الدويبة أيكو هقاقيا هذه كلام الدين تاني الدنيا ده نقف وليبا وكتليه وقف وليبا رأي يعرقتي وكديبته وحي نقول إسا أمد قاربين عيني ولا كعان ترى ثلاث الدينات يا الدنيا أمدو إن جو جودك جبي جدو بعد وعي في القنطة ترى أمد الدين تاني الدنيا لبده بين الديعمان هذا الكنوع عسياهي ضد فربنا هذه الشر على مع الشبيه لكن واسدو إلهي الشيخ واسدو رسولك عليه الصلاة والسلام الشيخ هذه الشرالان وقفك مسلم حالة ده مركة تاغن وإنان وحكو قيمين إواحا ورما كتشان قوين إياي نقطو إلهي محويري رسولك محويري واحد عددك غير كود إنه تناقضان وهذا اللي يسبورين إياي راهدان ولبا حالو ده يسكم ميدا أحكامك للدوان إياي لان سببتنا إتهاي إنه يقف سجارة أرنت إنه يقف كو قيميين أما موقف جارة إنه أرنت كو قيميين قف كالتناقض كي سياس بورنتي سايا بضانيس وأنا تهدي تشرال سياسيين تا إيادتك حكم دون كاكو بضان الرماها قيمين دابا ومستقبلية وعواقب تا يعلم تدنبيع الرماها لإيجي ياي كوشرتو وكو صليسان إلهي سبحانه وتعالى شرعي سيا الدين تيسا هذه الشرع على وين لقو قيمه تاسين نقولكو قارينا بارك الله فيكم إلهي بأن سبحانه وتعالى كبرينا أن يأجر المسلمين في مصيبتهم وأن يخلف لهم خيرا منها اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم انزل علينا رحمتك اللهم انزل علينا رحمتك وافتح لنا يا ربنا أبوابها اللهم افتح لنا بركات السماء والأرض اللهم افتح لنا بركات السماء والأرض اللهم ارفع عنا الغلاء والوباء والقحط والجفاف
وأنزل علينا يا ربنا الغيث المغيث. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعلما نافعا ورزقا حلالا طيبا مباركا فيه. اللهم يا ربنا نسألك إيمانا قويا كاملا. اللهم قوي إيماننا يا رب العالمين. اللهم قوي إيماننا. اللهم زد في إيماننا. اللهم زد في إيماننا. اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك. اللهم اغفر لنا وتب علينا يا أرحم الراحمين. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آل نبينا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.